حقيقة قصة قبر راحيل. لا توجد في النص العبري من التوراة أي إشارة إلى أن راحيل توفيت في فلسطين. ما يزعم أن في مدينة بيت لحم هناك قبر لراحيل أم يوسف، هو جزء من هذا التلفيق الذي يعني مارسه اللاهوت الاستشراقي. في حقيقة ساطعة تقول أن بيت لحم بناها اليمنيون المهاجرون الذين انتقلوا من اليمن إلى بلاد الشام. إسرائيل المعاصرة وصلت لمأزق، ليس لديها رواية متماسكة تبرر استيلائها على فلسطين.